بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابه صيادله مصر. النهارده ده مؤتمر تعريفي بالدعوه اللي بتدعمها نقابه صيادله مصر، وهي اللجوء الى الاسم العلمي كاختيار وكمسار اجباري لاصلاح المنظومه الطبيه الصيدلانيه، لتوفير اعباء ماليه على المريض المصري، لتوفير اعباء ماليه على الصيدلي المصري اللي هو بيبقى مجبر انه يوفر من الدواء الواحد اكثر من 15 مثيل او 15 نسخه طبق الاصل، والفرق بينهم بعض ان دي من شركه الف ودي من شركه ب، والفرق بينهم في السعر بيبقى اوقات مغالى فيه جدا وبيبقى رهيب جدا. الاسم العلمي هيجد مخرج اقتصادي للدوله، هيجد مخرج اقتصادي للمريض المصري، هيجد مخرج للصيدلي المصري. هنقلل فاتورة العلاج او فاتورة الدواء على البيت المصري وعلى الوزارات وعلى الهيئات والبنوك والمنشآت كلها مش اقل من 50%. فاحنا بنطرح هذا الخيار وبنرجو ان هو يكون موجود في اولو الامر او الناس اللي هم ماسكين القيادات في الدولة دلوقتي، كمخرج غير تقليدي وتفكير خارج الصندوق. اتبعته كثير من الدول النابهة او الدول اللي هي بتفكر وبتاخد قرارات سريعة، وبنرجو ان احنا يجي اليوم ان شاء الله ان احنا نطبقه ده عندنا في مصر ان شاء الله. شكرا.